مشاهدي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم البوصله اللي بتتجه في هذا المساء الى واحد من القطاعات التنمويه والاقتصاديه الهامه، القطاع الهندسي. وحنحاول في هذا المساء باذن الله سبحانه وتعالى، لانه قطاع كبير وعريض وتاثيره واسع وكبير على الاقتصاد في كل دوله من الدول، ليس على مستوى السودان ولكن على مستوى العالم. حنشوف الجوانب ذات الصله بينه وبين الاقتصاد، وكيف نحن نقدر نستفيد من هذا القطاع الكبير والعريض، خاصة في ظل عدد كبير جدا من الكليات الهندسة داخل السودان. بسعد كثير جدا يكون معي داخل الاستوديو مهندس عبد الرحمن الطيب، مهندس كيماوي، أنا برحب بك وأهلا ومرحب بك. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. وأيضا برحب بدكتور عمار حسين كباشي، رئيس هندسة الاتصالات جامعة المغتربين، أهلا ومرحب بك. مرحب بك، مرحب بالمشاهدين. وسعداء. سعداء جدا بالاستضافه. يعني اهلا ومرحبا بكم. حنتكلم في موضوع هام، يعني حتى على جميع المستويات، يعني حتى على مستوى الرياضه اذا تحدثنا عنه يقول لك ده المهندس بتاع الوسط، ده المهندس، يعني هو الشخص اللي كل الاشياء وكل الخيوط بتكون في يده عشان ما نصل لنتيجه جيده وممتازه، ولا مش كده يا باشمهندس؟ بالتاكيد. اهلا ومرحبا بك. ونحن بدايه دايما نتعرف لما نتكلم عن الهندسه، يعني القطاع الهندسي بنعني بشنو القطاع الهندسي؟ الهندسة يعني عموما نحن كمهندسين كيميائيين بنعني أنه كيف تحول المواد الخام إلى منتجات مفيدة. نعم. وده كفرع من الهندسة. أما الهندسة عموما يعني لها مجالات متعددة، اسمها الكهرباء والميكانيكا والمدنية والإنشاءات، فهي من مفهومة أو الصورة اللي تتبادل لذهن المستمع أنه هو الراجل اللي بيدير عملية إنشاء منشأة أو مؤسس أو مبنى أو مصنع، من طور الفكرة للتصميم الهندسي لحد ما الإنتاج. نعم. طيب دكتور، نحن حقيقة ممكن نتكلم عن القطاع الهندسي، وأنا في البداية تكلمت عن أنه البلد الحمد لله بتسخر بكميات كبيرة من الكليات الهندسة. كلمني شوية عن القطاع الهندسي في السودان من ناحية تعليمية. طيب، هو الحقيقة التعليم الهندسي بشكل الحديث في السودان ما قريب، يعني كلية أردوم مثلا بدأت فيها بدايات، ممكن نقول يعني هي بتوازي الآن زي مدارس التدريب المهني كده. لكن دي كانت البذرة الأولى للتعليم الهندسي في السودان. وبعد ذلك لما جات بقت كلية الهندسة على الخرطوم بعد الاستقلال، وتبعتها بعد ذاك المؤسسات التعليمية في التعليم العالي تباعا. يعني ده كان شكل التطور التاريخي. الحقيقة انه الواقع الآن في السودان انه في عدد كبير جدا من مؤسسات التعليم العالي بتخرج أعداد كبيرة من الخريجين، يعني في التخصصات المختلفة. يعني احنا الآن عندنا تقريبا أكثر من 30 مؤسسة تعليم عالي حكومية، وفي قدرها برضو من مؤسسة التعليم العالي الخاصة استثمار طبعا. نعم. فمعظم المؤسسات دي فيها كلية بتاعت هندسة بمختلف التخصصات، يعني نعم. فما عندنا إشكال في الكم من حيث خريجي الهندسة في التخصصات المختلفة، يعني حتى احنا عندنا بعض التخصصات اللي يمكن ما عندنا لها سوق عمل يعني يقولوا عليه في البلد، لكن يمكن اتفتحت مشكله في انه كونه نفتح المجال زي ده، ما مشكله والله، هي مشكله صراحه. لكن طبعا في النهايه يعني فهم بتاع الاستثمار لما يدخل في الاشياء يعني يكون عنده اثر برضه. نعم. يعني يمكن زي ما قلت انه احنا من ناحيه الكم في القطاع الهندسي من ناحيه خريجين وكده ما عندنا مشكله. لكن السؤال بيبقى والمحك في الكواليتي، النوعيه بتاعت كلام الخريجين بتاعين الهندسه. نعم. او التقييم مخرجات التعليم الهندسي بصوره. نعم. عام. نعم. طبعا احنا بنتكلم عن التعليم الهندسي برضو ما بننظر بس لمؤسسات التعليم العالي اللي هم درجه البكالوريوس مثلا او حتى الدبلوم. في قطاع وشريحه مهمه جدا في العمليه الهندسيه ككل، اللي هي القطاعات المهنيه والتقنيه. وفي اي بلد بتنشد انها يعني تنمو وتتطور لقدام، القطاع ده والشريحه دي اللي هي الكوادر الوسطى في المشروعات الهندسيه دي شريحه مهمه جدا جدا. نعم. التدريب بتاعه والتاهيل بتاعه وال يعني الكواليتي بتاعتها مساله يعني حاسمه جدا. نعم. طيب المدام تكلم عن الشرائح، هل النسبه بين هذه الشرائح هي النسبه المطلوبه
يعني الشرائح الوسيطة، بنتكلم عن المهندسين بكالوريوس، نتحدث عن مهندسين تقنيين فنيين، لأنه أنا شايف في كلام كثير جدا بيدور في النقطة دي. يعني والله عموما يعني حسب إحصاءات يعني طلعت على من بعض الإخوة أنه نسبة التعليم، نسبة المقدمين للدبلومات الهندسية مقارنة بالبكالوريوس معكوسة. يعني في العادة بيكون واحد مهندس وصل ستة فنيين، هنا حسب التقديم بتاع التعليم العالي تقريبا ستة مهندسين لواحد تقني أو فني. فني دي ما مشكلة كبيرة يا أستاذ؟ دي مشكلة كبيرة جدا، دي معناها إنه الهرم مقلوب. يعني أصلا في عموما في يعني في التعليم بصورة عامة كل ما أنت تمشي لفوق الهرم بيضيق. يعني نعم. دي الحياة الطبيعية. وفي عندنا في القطاع الهندسي مهم جدا انه النسبه ما بين المهندسين وما بين الفنيين تكون نسبه معقوله. يعني يمكن الباشمهندس اشار ل 6، يعني من 6 ل 10. نعم. دي النسبه العالميه مقبوله المساله دي. 6 6 ل 10 فنيين. ايوه بس كل مهندس. لانه الشغل العملي فعلي بيقوم بيه ديل. بعدين انت لما تيجي تخرج لي عدد ضخم جدا من المهندسين، لما تيجي لسوق العمل بعدين سوق العمل ما هو ده الواقع كده. صح. ما في تخرج البكالوريوس ما حيرضى يمشي يشتغل فيه، وحيبقى عندنا مشكله بتاعت بطاله ومشاكل كثيره جدا مترتبه في خريجين وانه ما شغالين. ايوه فدي دي جزء يعني من الاشكالات الصراحه، محتاجين احنا في التخطيط للتعليم ناخذها في بالنا. يعني نعم التخطيط للتعليم مهم، خاصه لانه يعني يمكن خاصه الهندسه، تكلمنا عن الهندسه. بتفتكر التخطيط الان سليم او اللي كان جاري سليم مع النظر ل 10 مقابل 1 او 6 مقابل 1؟ والله تقريبا التعليم الخاص ما مبني استثمار حسب رغبة السوق. مشكلة حقيقية. نعم. فالزول اللي خاش في المشروع ده بالتأكيد عشان يجيب أرباح أكثر بيفتح للهندسة والطب. يعني ما بعين للمصلحة. والتعليم العام برضو بيقى فيه نسبة 25% أو أكثر اللي هو قبول خاص. فغير كده السودانيين بثقافتهم برغبتهم بيحبوا أن أولادهم يقروا هندسة وطب. يعني يا دكتور يا مهندس. يا دكتور يا مهندس. فالتعليم السياسة القبول بتكون النسب حسب التنافسية، حسب الرغبة بتاعت الناس الممتحنين يعني تقديمهم في القبول. فرغبة الناس بتملأ على القطاع الخاص والقطاع العام، أنه أغلب الخريجين بيكونوا بين الهندسة والطب. نعم نعم. طيب يا دكتور، بتفتكر انه الناحية الاستثمارية في الخاصة في المجال الهندسي قد تكون اقعدت شوية بالمجال الهندسي؟ تقصد في التعليم؟ التعليم. والله بشوف القطاع الخاص عموما يعني دخوله في قطاعات زي التعليم زي الصحة زي كذا هو ذو حدين. سلاح ذو حدين. يعني هو ممكن يساهم في التطوير، ما انت في النهاية لما يكون في منافسة القطاع العام ده ما عنده مشاكل. نعم. لما تدخل معه قطاع خاص منافس والمسألة اتوضعت في النهاية بطريقة مدروسة، ده ممكن يساهم في انه شنو يزيد الكواليتي كلها مع بعض. كلام سليم. لكن اذا المسألة اتفتحت كده بقت قصة بس بعد ده انه والله الدار يفتح عشان احنا ندخل رسوم زيادة وكده وما يكون في رقابة كافية. في النهاية المسألة يعني كل القطاعات بتخسر. نعم. طيب نحن حنمشي ونشوف تخصص الكيمائي. ايوه. ده نشوف يعني نحن وين من ناحيه الهندسه الكيميائيه. والله عموما المهندسين الكيميائيين حسب ما شفناه في قدامنا والبعدنا كان منتعش جدا في فتره تحت النفط، فتره البترول. البترول. لحد 2011 بدا الانفصال. وبدأت الشركات في الكامبس في الجنوب، فبدأ المهندسين الكيميائيين مجتمع بدأ يعاني من ناحية التوظيف، فأغلبهم اتجهوا للاغتراب يعني سفر أول هنا. لكن البلد حقيقة في حوجة كبيرة جدا للتخصص بتاع مهندسي الإنتاج عموما، اللي هم الميكانيكيين والكيميائيين. لأن السودان أصلا يعني أي صورة ذهنية متبادرة للسودانيين والأشقاء العرب يقول لكم ما شاء الله عندكم موارد طبيعية هائلة وكذا، فإحنا عندنا القوة البشرية لكن ينقصنا التخطيط السليم العميق المدروس المبني على أسس وإمكانيات. نعم. وربط بين متطلبات الأسواق العالمية ومشاكل العالم. يعني العالم الآن فيه مشاكل كبيرة في الغذاء في البيئة. يعني بيتكلموا الآن في المؤتمرات برا عنه 20-30 نسبة السكان في العالم متوقع أنها تحصل 9 مليار. نعم. 9 مليار دي
الزيادة في الغذاء أو زيادة في المساحات المزروعة أو زيادة في الإنتاج الحيواني فيها مقص كبير يعني. فبيقولوا أن الدول المرشحة أنها تسد الحتة دي كندا والسودان واستراليا ثلاثة ناحية بتاعت مساحات وناحية بتاعت إنتاجية. إحنا السودان مساحات كبيرة مزروعة مساحات لكن اللي بيخلي السودان يدخل في الحتة دي في عقبات كبيرة جدا في موضوع الطاقة في موضوع الأسمدة في موضوع الإنتاج في موضوع المحروقات. فدي مؤثرة على بنية وهيكلية وتشغيل القطاعات الإنتاجية في السودان. يعني سمعنا قبل سنة الأبغال كانت بتموت بسبب إنه الجاز حصل فيه مشاكل الزراعة اللي بتعطش الري في المشاكل المتداخلة دي هيكليتها وبنيتها للحلول بنية هندسية كاملة يعني. فمحتاج لتخطيط ولمؤتمرات للتخطيط السليم لأنك كيف تتوظف خريجينك بالآلاف المؤلفة دي يعني تقريبا الممتحن شهادة سنوية أكثر من 500,000 نعم تبقى نجاح 70% معناها عندك مئات الآلاف من خريجين عندك موارد ضخمة كيف التخطيط هنا تستفيد. والهندسة تدخل هنا بتحول لك الجيش الجرار من دين لأنه هم أولى بأنهم مصلحوا بلدهم يستفيدوا منها لأنها كلها في النهاية حاجة ربنا سخرها لنا إحنا السودانيين يعني مفروض نستفيد منها نحن أولى بها أيوة. نعم الكلام اللي تحدث به الباشمهندس دكتور يعني لا بد نتكلم عن هجرة الكوادر الهندسية يعني تأثيرها على السودان يعني شنو يعني أكيد في خبرات الناس بتستفيد ولكن الآن نحن وبالواضح كلنا فاهمين الفترة اللي فاتت كان في مشاكل كبيرة جدا جدا رغم وجود الإنسان السوداني العاقل الفاهم اللي مطلوب في الخارج صحيح طبعا هي الحقيقة هيرة الكوادر دي من الأزمات المؤرقة جدا يعني والمؤسفة صراحة في مش في الهندسة بس لكن في قطاعات في كل القطاعات يعني. نعم يعني تيجي للظروف المامواتية الموجودة في البلد يعني أي زول بيلقى فرصة وللأسف إنه هم بيلقوا فرصة دي هم أفضل الناس أصلا يعني أفضل الناس ويسافروا ويخلوا البلد بتفقد تفقد يعني أفضل خيرة في كل المجال زي ما قلت أيوة. نعم في الحقيقة يعني الوقت يعني حان إنه لابد إنه يكون من ناحية توفر البيئة الجاذبة لأنه أبناء البلد يساهموا في نهضته وكذا ومن ناحية تانية إنه برضو الناس يعني يردوا شيء من الدين بتاع البلد عليهم نعم. لكن بلا شك إنه هيرة الكوادر عندها أثر سالب جدا في نحن حقيقة ممكن نحول المشكلة دي لفائدة بإنه ننقل نعمل يعني نولج ترانسفير ننقل المعرفة ننقل الخبرة يعني فإذا تعاملت يعني قدرنا إنه إحنا نعمل مشروعات كبيرة ومدروسة بصورة جيدة وكذا نقدر نجذب مش بس الخبرات الأجنبية لا الخبرات السودانية الموجودة في الخارج ونقدر حتى من خلال وجودهم برا إحنا الآن ما يعني ثورة الاتصالات الموجودة دي ما أتاحت كثير من يعني أزالت كثير من الحواجز وسهلت من التواصل بصورة كبيرة جدا إحنا ممكن نسخرها في إنه إحنا نستفيد من خبرات أبناء البلد الموجودين برا السودان بالإضافة لأنه في حتى في أشياء أخرى يعني هم بوجودهم برا مش بس خبرتهم الفنية هم ممكن يفيدوا البلد حتى من إنه استقطاب الدعم للمشروعات العلاقات الأشياء دي كلها الآن بقت عندها أثر كبير جدا في التنمية نعم طيب تكلمت قبل شوية باشمهندس عن تحويل المواد الخام حاجات مهمة جدا الفترة السابقة يمكن ما كان الناس بتشتغل كثير في نقطة تحويل المواد الخام يعني أي حاجة عندنا نحن نصدرها خام ويمكن وزير الصناعة والتجارة الفترة الأخيرة تحدث في كثير من النقاط عن هذه النقطة القطاع الهندسي دوره في النقطة دي بالذات ريت تكلمنا عنه والله عموما القطاع الهندسي الآن بيواجه زي ما قلت لك مشاكل بنيوية وهيكلية تغيير البنك الدولي الأخير ده بيتكلم عن أنه من أكبر معوقات الاستثمار في السودان نمرة واحد الكهرباء نمرة اثنين صعوبات الحصول على تمويل كهرباء وتمويل ايوه وحتى ده في تداخل بيناتهم الاثنين يعني التمويل مرات بيكون من معوقات التمويل الكهرباء يعني ناس في مناطق في السودان زراعيه وخصبه ومرغوبه وكده لكن عشان توصل لها الكهرباء مشكله مكلفه نعم والحته الثانيه انه الموضوع بتاع الكهرباء ذاته يعني بيأثر عليك حتى يعني انا بعرف عدد كبير من اصحاب المصانع الشغالين لهم سنين الفتره الاخيره دي مشكله بالنسبه للجازولين وتذبذبوا بيجوا بالسعر بتاع السوق الأسود يعني الليتر ب 35 جنيه ما لاقين نعم مشكلة حقيقية وهم الآن النتيجة لأنه في ناس سماسرة في النقطة بيدخل في الحتة دي بيجوا يدخلوا في الجازولين عشان يوفروا المصانع
بيدخل في الجازولين المفروض للعربات، وده من اسباب التداخل في المواصلات، انه في النهايه قد يكون السعر جاذب لناس النقل، بدل ما يشتغلوا يقوموا يشتغلوا شنو؟ يجيبوا جازولين للمصانع، المصانع ما قادره تجيب طبعا لان عندها طلبات. فالمشاكل دي متداخله جدا ومتشابكه، فدايره حلول ودايره زي بيقولوا يعني الناس الخبراء بتاعهم يقول لك الهليكوبتر فيو، تنظر من فوق وتشوف حلول برا خارج الصندوق، تشيل المعادله. يعني احنا في الهندسه او في الرياضيات يقول لك في عامل صفري كان ما اختصرته من البسط والمغامر المساله بتتحل. نعم. فاحنا محتاجين لافكار تشيل العامل الصفري. نعم. مشاكل الجازولين، مشاكل الكهرباء، مشاكل الاسمده، مشاكل الدولار والاستيراد المرتبطه بالانتاج، عشان تصل لمعادله او لبيئه استثماريه سليمه تخلي السودان يكون جاذب للاستثمار. وكان قريب يعني حسن قبل 10 سنوات كان الدولار في السودان مستقر. كان مستقر. نعم. استقرار الدولار تأثر على الحياة و أثر على كل القطاعات. كل القطاعات. نعم. كانت الحياة رخيصة وكانت الناس دخلها منتعش وكان النمو بتاع البلد زايد. فالأكبر أسباب العملة اللي كانت في السوق الدولة ما كان النفط فقط. نعم. كان أن السودان جاذب للاستثمارات. فإحنا سمعتنا كبلد فيها موارد طيبة. نعم. لكن الناس لما تجي جوا وتلقى المشاكل دي تتوقف، لأنه في النهاية الأموال دي بتنجذب للحتة اللي بتنمو فيها زي المغناطيس، لكن دايرة بيئة سليمة وبيئة جاذبة وجاهزة. نعم. فإحنا محتاجين نتعب روحنا شوية في التخطيط في الحتة دي وفي أفكار خارج الصندوق. فعندنا بعض المقترحات هي بتحل الحتة دي بتخلينا نطلع من الدوامة اللافين فيها. اللافين فيها دي ونازل لتحت. يعني هي لو دوامة كان موارد زونية ما مشكلة لتحت ماشي وبتغرق الناس. بتغرق الناس. نعم. يا دكتور كلام الباشمهندس كلام جميل، ويمكن ضرب مثل بالقطاع البترول أو الجازولين، وده بيرفع الأسعار. يعني الناس بدل ما تدير العربات تقوم تديهم مصانع. أيوه. ده زي اللي حصل لنا الآن في الرغيف. أيوة. الناس بدل ما تعمل الدقيق رغيف بتقوم تبيع الشوال لانه غالي، يحصل الصفوف، نفس النقطه. الاشياء دي كلها انا داير اتكلم في نقطه مهمه، التخطيط والاداره. يعني تكلمنا عنها واستضفنا مجموعه من العلماء والعارفين، تكلمنا عن التخطيط والاداره. يعني لابد تكلمنا شويه في هذا القطاع عن التخطيط والاداره بصوره عامه. طيب هو حقيقه يعني نحن افتكر عشان نكون واضحين مع نفسنا ونشوف اشكالاتنا وين احنا حقيقه كسودانيين، عندنا مشكله مزمنه. نعم. في التخطيط والاداره. سليم. في كل سليم. في كل المجالات. صح. ما كان في المجال السياسي، كان في المجال الاقتصادي، كان في الرياضي، كان في كله، في اي حاجه. وده واحده من الاسباب الاساسيه لانه احنا ما قادرين نمشي لقدام. فعلا. احنا كلامنا كله عن الماضي، كنا وعملنا وسوينا يعني. وده ذاته علامه يعني على انه ماشي صح. فدي واحده من الاشكالات. يعني حسن احنا مسكنا مجال التعليم مثلا، يمكن هبشنا الحته دي قبل شويه. نعم. التخطيط ما سليم في 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 مجال التعليم الهندسي هو الانتج لينه وافلزين اشكالات تكلمنا عنها. نعم. يعني باشمهندس يمكن يتكلم عن انه انت عشان يكون عندك استثمار، عشان يكون عندك نمو اقتصادي بصوره عامه جاي من استثمارات او جاي من انتاج محلي تشجع قطاعاتك الانتاجيه، لازم ودي هنا الهندسه عندها دور كبير جدا في، لازم تجهز البنيه التحتيه. صح. يعني تجهز البنيه التحتيه واحد، وتجهز السياسات ده الجانب الثاني. البنيه التحتيه دي بقى ده شغل هندسي مباشر، وده من غيره انت ما بتقدر، لا بتقدر تشتغل محليا ولا بتقدر تجذب زول من برا. يعني تجهز البنيه التحتيه في 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 النقل بقطاعات المختلفه، في الطاقه باشكال المختلفه، الى اخره. بعدين خاصه انه يمكن حته النقل دي تدخلني، لانه اصلا احنا عندنا ميزه نسبيه في الموقع. نعم. يعني مش النقل بس للحركه الداخليه، لا حتى خارجيا يكون هب للمنطقه كلها. رابطين احنا. يعني مثلا اديك مثال، الان كينيا شغاله في كوريدور مع جنوب السودان ومع اثيوبيا عشان تجذب كل الحركه التجاريه بتاعت البلدين. مكفولات ما عندهم مواني، عبر المواني الكينيه. نعم. مشروع كبير جدا، فيه سكه حديد، فيه طرق، فيه مطارات، فيه خط بتاع نبيل بترول. متوقع انه يزيد الجي دي بي بتاع اللي هو الناتج المحلي بتاع الكينيا ب5%. نعم. حاجه كبيره وضخمه. فشوف نحن موقعنا افضل من كينيا. افضل من كينيا. نعم. مثلا افضل. نعم. فكمثال يعني. نعم. فنحن حقيقه زي ما قال الباشمهندس عندنا فرص كثيره جدا يعني. لكن للاسف انه في طوال تاريخنا الحديث ده ما افلحنا في انه نحن نستثمر الفرص بتاعتنا دي بصوره المطلوبه ونخطط لها بصوره جيده. والتخطيط السليم مش بس بنجح لك انت مشاريعك الداخليه، وانما انت بتقدر تجتذب به التمويل. نعم. التمويل يعني مؤسسات التمويل المختلفه
بتدي منه بتدي الزول يعني من ضمن العوامل المؤثرة المخطط تخطيط صحيح ومرتب اموره أمور نعم. لكن انا ما بديك اقعد انتظر حقي ثاني الامور ما مرتبه ما طيب انا دار اشوف العلاقه بين كل هذه الهندسه قطاعات متفرقه هل في رابط بين هذه القطاعات الهندسيه بالتاكيد هو تقريبا الهندسه دي لما بدت بدت بتقريبا ثلاثة هندسة ميكانيكية هندسة مدنية هندسة كهربائية نعم. بعد ذلك التطور والحوجة ظهرت لأنه تخش تعمل قطاعات متخصصة في التعدين أكثر بعد شوية في تخصصات في الميكانيكا خلت أنه تدخل هندسة كيميائية فحتى الكهرباء بعد ذلك ظهروا هندسة الإلكترونيات هندسة الاتصالات فتطور في التطور العلمي عموما تطور التكنولوجي بيخلي أنه الهندسة تكون عندها تفرعات كثيرة لكن بترجع كلها أن هي بتنظم العمليات الهندسية سواء كان عمليات يعني بتاعت مشاريع وإنشاء أو سواء كان عمليات تشغيلية اللي هي بتتم عملية التشغيل في المجالات الصناعية أو المجالات الإنتاجية زي التعدين أو الكهربائية أو كلها في الهندسة تدخل من ناحية بتاعت إنشاء ومن ناحية بتاعت تشغيل نعم فبيحصل تداخل بيناتهم وبيحصل توزيع للمسؤوليات حسب التخصصية بين القطاعات المختلفة نعم دكتور علاقة البيئة بالهندسة شنو؟ كيف حسي احنا عندنا هندسه مهندسه تلبيه بمعنى انفيرمنتال انجينيرنج ده حسي بقى حسي باشمهندس اتكلم عن انه التخصصات الهندسيه بتتناسل من بعضها يعني نعم فالانفيرمنتال انجينيرنج والهندسه البيئيه ده من التخصصات اللي نشات حديثا يعني اللي هي بتعمل لنا شنو؟ نشات برضه طلعت من هندسه كيميائيه طلعت من كيميائيه طلعت من هندسه كيميائيه نعم فطبعا بقى في اهتمام كبير متنامي جدا من موضوع البيئه يعني حتى واحده من الاجنده بتاعت الامم المتحده في بداية الألفية كان عندهم الميلينيوم ديفلوبمنت جولز اللي هي الأهداف التنمية بتاعت الألفية دي كانت تحدي الخمسار سنة الأولى الآن إحنا في الـ SDGs اللي هي السستينبل ديفلوبمنت جولز اللي هي الأهداف بتاعت التنمية المستدامة في أكثر هم أفتكر زي 17 تقريبا 18. في مجموعة من الـ 17 ديل في الحتة بتاعت البيئة الحتة بتاعت البيئة البيئة الموضوع ده مهم جدا يا دكتور أنا حمشي فاصل وأجيك راجع رأيك شنو؟ تفضل طيب أنا مستهدفكم في فاصل وأستاذ المشاهدين فاصل قصير مشاهدي الأعزاء ثم نعود لنتواصل مرة ثانية برحب بكم مشاهدي الاعزاء برحب بضيوف الاعزاء مهندس عبد الرحمن ودكتور عمار دكتور عمار كنا نتكلم قبل ما نمشي الفاصل عن البيئة وعلاقتها بالهندسة البيئة ايوه نعم يمكن زي ما كنت بتكلم عن الاهداف بتاعت التنمية المستدامة بتاعت الامم المتحدة اللي هي ده مؤشر بيوريك انه العالم كله مهتم بمسألة بتاعت الحفاظ على البيئة التكنولوجيا المستدامة يعني السستينبل تكنولوجي بصورة عامة انه الحلول بصورة عامة تكون مستدامة يمكن حسي يعني ديك برضو مؤشر آخر على أهمية موضوع البيئة ده معروف يمكن الاقتصاديين بيعرفوا إنه في سايكلز بتاعت تطور معروف زي 5 سايكلز حصلت في العالم في التاريخ الحديث يمكن من 500 سنة ونحن جايين يعني أخيرا كان السايكل بتاعت الانفورميشن تكنولوجي أو بتاعت الاي سي تي انفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي يعني بيتكلموا الآن إنه السايكل الجاية هي بتاعت الحلول يعني بدل ما يكون التركيز على الموارد لا يكون التركيز على الموارد المستدامة نعم يعني من الحقبة الصناعية وانت جاي كان طوال الكلام عن انه استغلال الموارد الان نعم. الكلام عن انه لا لانه بيبقى فيه اشكالات كثيرة جدا في على البيئة واخطار على البيئة والموارد نفسها بيقت فيها اشكالات وبيقت فيها نضوب وفيها أيوة. نعم. فبيقى الكلام كله انه الحاجات تكون سستينبل وده طوالي بتصل مع الحتة بتاعت البيئة نعم فالان الـ 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 يعني مثلا الكربون يمكن باشمهندس عبد الرحمن الناس الكيمياء يعرفوا الكلام ده كويس يعني الكربون فوت برينت بتاعت البلد او بتاعت المشروعات دي بقت حسب واحده من المؤشرات المهمه جدا انت بتقدمها في البروبوزل بتاعت المشروع بتاعك وحتى انت ممكن تاخد كريديتس يعني انت مثلا اذا عندك شغل زراعي كبير جدا يعني انت بتساهم في انك شنو تمتص ثاني اكسيد الكربون السكن عندنا الكربون والسجن كنا تكلمنا عنه في واحدة من الحلقات
ممكن يجيب لك عايد مشكلة. أيوة. فدي كلها يعني الآن المشروعات الهندسية كلها بيجت الجانب بتاع البيئة ومراعاته في من الديزاين ولحد التنفيذ وكده، دي بيجت مسألة مهمة جدا في يعني من البداية ممكن يكون عندي احتياطات أقلل من كل هذه المخاطر. أيوة. أتكلم لنا شوية عن النقطة دي مهمة جدا. والله أنا يعني دخلت فيها ديبلي وكنت اشتغلت مع الدكتور عمار برضو في حسابات الحاجة دي. نعم. فالفدان الواحد تقريبا ممكن يمتص لك يعني او يعني يمتص لك تقريبا كميه كبيره من الاطنان تقريبا في العام، بتحصل لحد 1500 طن تقريبا من ساكس ذكر ده الفدان. الفدان الواحد اذا زرعته باشجار دائمه. نعم. فانت اذا بحسبوا لك الطن ب $15 تقريبا. $15 $15 البغل الواحده المخلفات بتاعتها من غاز الميثان، غاز الميثان برضه من غازات الدفيئه. يعني بيمتص تقريبا يعني 172 الى 100 ضعف اثره من ناحيه امتصاص حراره لثاني اكسيد الكربون. لكن عنده مكافئ، فلما تحسب المكافئ بتاعه يعني بيحسبوا لك المكافئ بتاعه. يعني انت لو اشتغلت مثلا زي الاردنيين مثلا عملوا مكب بتاع نفايات، عملوا للمخلفات العضويه، طلع منها غاز الميثان، غاز الميثان حرقوه انتج منه كهرباء. فبيحسبوا لهم غاز الميثان حرقوه ده، بيحسبوا المكافئ، بيحسبوا لهم بالدولار. فالبقره الواحده يعني ولا من المخلفات بتاعتها ممكن تحسب من الكربون كريديت تلقى فيها تقريبا زي طن و340 يعني تقريبا زي $20 اذا قدرت تستغل المخلفات بتاعتها في انتاج الكهرباء. ليه نحن ما قادرين؟ نحن البلد كلها مخلفات يعني نفايات. شوف شوف حسن احنا عندنا كم راس؟ نعم 80 مليون راس. حاجه ضخمه. اضرب ال 80 مليون دي في ال $20 ما محتاج. دي حاجه بتجمع طبعا يعني دي الاضافه دي ما في الايرادات الموجوده في الموازنه ولا ليه نحن ما قادرين يا باشمهندس؟ يعني تقريبا انت ممكن تلقى لك زي $1.6 مليار دي من الابغار، استغلت 10 من ابغارك دي عملت تطويل للمراعي. ودي الحته اللي بتدخل فيها التفكير الهندسي التخطيطي. نعم. يعني زي ما المشاكل بتتشابك. نعم. الحلول ذاتها يعني بتفتح بتنتج بعض. بتنتج يعني انت لما تحل مشكله بتحل لك معاها كم مشكله. نعم. اذا قدرت حليت موضوع المويه بانك توزع الحفارات بتاعت الابار دي على الخريجين. كويس، تديهم تركس عربية لكل 10 ويحفروا وتجيب لهم حلول للكهرباء. يعني احنا مثلا عندنا حلول في الكهرباء، بننتج الكهرباء من البقاس، بتاع السكر ده بتدي كهرباء للمصانع وبتدي المدينة اللي حوالينا زي كنانة زي عسلايا زي حلفة. نعم. بتدي لحد 40 ميجا واط، والطريقة بسيطة جدا يعني ما محتاجة لمكنات من برا، مواسير بتاعة بخار وبتلف التورين تديك كهرباء. يعني يعني احنا ممكن حاجة سهلة. الفحم الكوكا اللي بيطلع من المصفى وبتصدر لاثيوبيا لمصانعها، احنا نستغله في انتاج الكهرباء في مواد الانتاج. العائد افضل من انه انا اصدر. ايوه كيف العائد بيخلي لك انت كهرباء المشاريع الزراعية بدل ما تنتظر الشبكة توصل، تعمل كورس نقاط حوالي في حوالين المدن، مشاريع تخطيطية للمدن وزاته عشان تخفف الضغط على العاصمة على الخدمات، تنمي الريف. نعم. تنمي الريف بالموية أول وجعلها من الماء كل شيء حي، بالكهرباء، بالأفكار اللي عندنا دي وموجودة عندنا. احنا لو دارت تعمل المشاريع بتاعت الكهرباء دي بتقول لك لفنيين أو مهندسين من مصانع السكر وتشيل ال 700 طن يوميا في المصفى اللي بتصدر دي اللي 500 طن. ممكن تعمل لك حلول لكهرباء المشاريع الزراعيه. نعم. عملت الحكايه دي بتحل لك المشكله الثانيه بتاعت المراعي، المراعي بتاعتنا الملايين من المواشي الابقار والابل والاغنام والضان دي بتمشي لحد اثيوبيا. نعم. ولحد الجنوب في فتره الصيف. فاذا لقت مناطق بتاعت مويه حوالين المدن بس ما بتحتاج يعني في دارفور في كردفان في النيل الازرق بتحتاج ما تطلع تتحرك القضارف بتقدر توطن المراعي، وطنت المراعي معناه يضحك عندك الكميه من المخلفات دي غير منها في الفند او الغرامات اللي بيدفعوها لشركات الطيران والمصانع. يجيب العائد بتاع الكربون كريت عشان له الدكتور بتديك كميات ضخمه من الاسمده العضويه اللي بتزيد انتاجيه الزراعه المطريه في الحته دي. واذا انت اصلا وفرت مويه دائما ممكن تحول جزء كبير من المشاريع دي لمشاريع مرويه. ده كلام. تزرع بساتين، تزرع محاصيل نقديه. ده كلام جميل. طيله العام بدل ما تزرع مره واحده في السنه. ده كلام جميل يا دكتور. الكلام اللي قاله باشمهندس مشينا ومعانا زميلتنا المنتجه اماني والاخ ضياء الدين المخرج، مشينا مدني مشروع اسمه لوتا، مشروع يعني
كل هذه الأشياء اللي أنت ذكرتها موجودة. أول حاجة الغاز من المخلفات البهائم، الكهرباء كل المدينة الزراعية طاقة شمسية، يعني ما في شيء بيطلع من المزرعة يعني إلا يستفيد منه. يعني ليه نحن واقفين في مكاننا وما قادرين نستفيد حتى من المخلفات؟ الآن نتحدث عن الأردن، الأردن ما عندها كمية من الحيوانات قدر الموجودة في السودان، ولا المخلفات الموجودة عندنا موجودة في الأردن. والله حقيقة دي من الأمور المؤسفة، من الفرص الضائعة الكثيرة الموجودة في البلد. يعني صراحة يمكن زي ما قال باشمهندس، يعني التفكير الهندسي في التخطيط مهم جدا، والإرادة السياسية يعني الجهات الرسمية برضو لازم تكون في إرادة سياسية. يعني القطاع الهندسي براو ما بيقدر ما لم تكون في ويل قوية من القيادة فوق تدعم المسائل دي، خاصة في المراحل الأولى. البنية التحتية مكلفة، كويس، لكن بتديك مضمونة، كويس. دي دائرة بعد كده وقفة يعني كويسة من دائرة وقفة، ودائرة كمان حتى الإنسان البسيط يفهم النقطة دي. ما أنت عشان تجي تبني الآن زي الشيء حاصل الآن، صراحة نحن نقول يعني الآن يعني الناس وجدت البلد في حالة يرثى لها، والناس منتظرة الحاجة بين يوم وليلة، محتاجة فعلا وقفات زي دي. يعني حتى الإنسان العادي نحن محتاجين له عشان ما يفهم النقاط اللي انتو ذكرتوها قبل شوية، ولا شنو يا باشمهندس؟ بالتأكيد، يعني أنا بقول لك الكلام ده إحنا عملنا فيه دراسات بأرقام. زي ما قلنا قبل أنه من تغيير البنك الدولي صعوبات الحصول على التمويل، لكن عموما النظام المصرفي في السودان ما بيميل لتمويل التكلفة الرأسمالية يعني أو التكلفة الإنشائية، بيحب يمول التشغيل يعني. لكن في بنوك تنموية في الإقليم تحتاج بس أنه إحنا تريبريزنت المشاريع دي بطريقة علمية وطريقة جاذبة، يعني زي البنك الإسلامي للتنمية في جدة أو البنك الإسلامي عموما. يعني معني بأنه تمويل الدول الإسلامية، لكن بمول بقى دول غير إسلامية. ليه؟ لأنه بتخطط صح بتدي دراسات بطريقة سليمة، وفي النهاية عنده بطجيت لازم يحققها. نفس الحكاية البنك الأفريقي للتنمية، يعني المشاريع الكبيرة المرتبطة بالكهرباء وعندها كمان مرتبطة مع أهداف التنمية المستدامة في حلول البيئة، يعني زي التخلص من غاز الميثان، زي الأسمدة، زي محاربة الفقر. طبعا من أول محاربة الفقر، إنت الآن إذا مشروع الأسمدة العضوية ده بعناصر ده مشروع هوت، يعني حتى الأمريكان اليو اس بيتن لحد 2017-2018 بتلقى فيه براد اختراع في أنت تنتج أسمدة عضوية إفكتيف فعالة زي فعالة الأسمدة الكيميائية. فإذا أنت بتقدر تستغل الأسمدة العضوية دي بيزيد لك إنتاجية المزارع. يعني أصل المزارع السوداني ما بيميل أنه يخسر في الزراعة، حتى مسميها خسارة يعني، بقول لك خسارتي أول، لأنه هو نظرته للاستثمار في الزراعة نظرة تشاؤمية. لكن إذا قدر المزارع، إذا شاف أنه بطريقة ما عرف كيف يعمل الفيرمنتيشن التخمير ده، حتى لو كان تخمير لا هوائي، تخمير هوائي، وشاف أنه زيادته بدل ما يجيب له 3 شوالات عيش في السنة في الزرعة الواحدة قدر يجيب 12-13 شوال، بالتأكيد الفترة حيتعلم وحيسعى أن يتعلم أكثر منها إحنا الباحثين. فعلا كلام سليم. الحاجة دي نحن نوصلها كيف يا باش مهندس؟ يعني كيف نحن نقدر يعني إعلام هندسة كيف نقدر نوصل النقطة دي؟ وأنا قبل شوية قلت لك شفت مشروع إنتاج أنت تحتار في إنتاجته. يعني يلا أنا يبدو لي لأنه إحنا عندنا برضو أشياء في الثقافة العامة محتاجة شغل يعني. المودلز مهمة يعني زي التجربة اللي انت قلتها دي، نعم، تدعم تجارب تانية. الناس لما يشوفوا الحاجة بعينه ويشوفوا الفائدة بتاعتها بعد كده، بعدين احنا برضو برغم انه عندنا اشكال في يعني الاشياء الاجتماعية والثقافية، لكن برضو بنحاكي بسرعة. صح. اول ما نلقى حاجة ناجحة الناس كلها بيها. يلا هنا بتجي برضو الدور بتاع الدعم بتاع القيادة. يعني لما يكون في تجارب معينة في مجالات معينة ناجحة تدعم عشان شنو بعد ذاك الناس تستمر فيها، تستمر، نعم. والناس بتحكيها يعني، نعم. فدي يعني دي مسألة مهمة. يعني والله يا باش مهندس احنا التجربة دي يعني شاهدناها، والكلام ده يمكن قبل شهرين. يعني داخل هذه المنطقة هي قريبة من حنتوب، يعني كل حتى العربات الركشات التوك توك كلها متحركة بطاقة شمسية، كلها مضاءة بطاقة شمسية، مكيفات طاقة شمسية، الشغالين لحام غاز كله من المخلفات. يعني انت بتدهش حقيقة. لين احنا في الفترات السابقة ما فكرنا نوصل الحاجة دي؟ يعني هل العلماء او المهندسين ما كان عندهم المعرفة دي انه فيها اشياء ممكن تتعامل، ولا برضو نرجع نقول الحكومة كان عندها والإرادة السياسية كان عندها تأثيرات؟
والله اقول لك بصراحه نعم الدول بيبنوها رواد الاعمال ما بيبنوها المفكرين والعلماء او ما الا يحصل ممازجه بيناتهم بين رجال الاعمال وبين العلماء والمفكرين يعني مثلا مورغان في تاريخ امريكا هو بيعتبر من الناس من الزمان هو بيلت امريكا ليه؟ لانه كان محتضن اديسون كعالم ووصل الكهرباء لنيويورك كلها وصل لامريكا يعني هو استثمر وداك خطط له وعمل اختراعات وعمل مشاريعه وكده في نفس الحكايه لانه كل واحد كان بلا ما كان يعمل ما كان قدر يعمله فانت محتاج يعني تعمل ممازجه بينه بين العلماء وبين المفكرين وبين المبدعين وبين اصحاب الاختراعات وبين رجال الاعمال بطريقه تحمي جميع الاطراف يعني عموما دي المرات بيعانوا من ظلم وده المرات بعينه لده لأنه هم ما واقعيين مرات في طرحهم نعم فمحتاج تشجع يعني حسي الآن في توجه نحو دعم في جريات الأعمال لكن جريات الأعمال يعني هم لما يكون جايين بحمال محتاجين لخبرة نعم فلو ما حصل ممازج بين الخبرة وبين التمويل وبين الدعم وبين التشجيع وبين خبرة رجال الأعمال وبين التسويق مع بعض فبتحصل دائما يعني تبدأ الناس تتحرك بطاقتها الذاتية لحد ما تخبر نعم في النهاية بتجيف نعم فلو ما طلع يعني طلع احتضار وتفكير وتخطيط سليم يعني مثلا الصين دي اللي 11 سنة 18 سنة كانت دولة ناجحة من ناحية بتاعت عائدات صادرات احتراف من العملة الصعبة لكن كانت فقيرة يعني حتى كان العمال الصينيين اللي بيشوفوا في السودان وضعهم أدنى صح. فجأة كده الصين بيقوا هم كشعب رغم أنهم مليار وشوية بيقوا على نعم. ليه؟ لأنه هم صينيين براهم الحكومة قاعدة وشافت أنها هي ناجحة كدولة لكن كشعب لسه الشعب فقير يعني حتى كانوا كده الناس اللي بيسافروا الصين بيلقوا أنه سوبر ماركت وكده بيجوا الأجانب أكثر من الصينيين فحصل شنو هم اختاروا 100 شاب مولوهم شجعوهم ويقفوا معهم لحد ما تحولوا لرجال أعمال يعني شايلين رجال أعمال فدين لما نجحوا طوال ضربوا الرقم في 100 عملوا 10,000 يتحرروا تصحبوا السلبيات نعم شغالين بالفاكتور 100 ده بيجوا مليون لحد ما فجأة الشعب كله قام شعبي قام زمان لما الخواجات بيقولوا الصينيين انتوا العمالة رخيصة قالوا العمالة الصينية بيقولوا الدخل الصيني عالي نعم لكن عمالتنا ماهرة ماهرة نعم مطلوبة مطلوبة نعم يا دكتور الكلام الجميل اللي قاله باشمهندس نحن دارين نشوف يعني كيف نحن ممكن نصل لهذه النتائج وبداية من التعليم وتأسيس التعليم والهدف من التعليم والتخطيط من التعليم عشان نمشي لقدام خاصة إنه هذا القطاع من أهم القطاعات ومتشابك مع كل القطاعات. أنا حقيقة بس دار أعلق على النقطة اللي جابها باشمهندس دي نعم. حكاية رواد الأعمال أو البيزنس مان يعني. نعم. نحن عندنا مشكلة في رجال الأعمال في السودان نقولها الغالب عليه على رجال الأعمال عندنا العقلية بتاعتهم تقليدية مشكلة واحدة من الأمثلة على الحكاية دي إنه مثلا لو مسكت الصادرات بتاعتنا في المحاصيل النقدية مثلا في محاصيل نقدية كثيرة جدا زي السمسم زي الفول بيعاد تصدير يعني هي بتمشي برا بيعملوا لها باكجينج بصوره كويسه جدا وبيعملوا لها بروسيسنج بسيط جدا بتتباع باسعار اضعاف من اللي احنا صدرنا بها كويس لو كان احنا رجال اعمالنا بعقليه مختلفه ولو كان في الدعم اللي قلنا قبل من القياده دي ما ايرادات رايحه بالنسبه لنا ميزات تفضيليه فدي برضه مساله صراحه محتاجه يعني انا اكد كلام باشمهندس لكن برضه ناخذ في بالنا انه احنا يعني حتى القطاع بتاع رجال الاعمال بتاعنا نحن محتاجين برضه طيب احنا قبل ما نمشي للنقطه سالتك منها في النقطه دي كلام السيد وزير الصناعه والتجاره وانه الناس ما تصدر خام بصف النقطه دي طبعا بالتاكيد ليها تاثيرها جدا نعم ما هو يعني حسي رجال الاعمال داير شنو داير التفكير القديم بتاع الزول اللي عنده دكان وكذا مع احترامنا يعني انا كلام سليم من زول لكن نعم. لا بد ان نرتقي يعني انا بصدر والحاجه دي بتجيب لي عائد كويس ليه مش هتعب روحي واعمل لي صناعه تحويليه ليه القصه دي ولا مشكلة دي ما صداع ساكت نعم نعم كويس. هو فكر كده نعم نعم دي مشكله حقيقيه فدي دي دي دي, دي ممكن نتجاوزها كيف محتاجه اعلام ولا محتاجه والله قرار محتاجه اول حاجه الحته رياده الاعمال قال عبد الرحمن دي مهمه جدا الشباب لازم يقتحموا المجال بتاع الاعمال ده بصوره كبيره جدا اول حاجه نحن سوق العمل بتاعنا الوظيفي ما بيستوعب كل الناس ما بيستوعب لازم الناس يمشوا يكونوا رواد اعمال عشان يكونوا بيزنس مان بعد نعم
كويس. انا بفتكر انه الاجيال الجديده عندها المقدره انها تغير من العقليه دي كتير. كويس. الحاجه الثانيه جزء ثاني بيكمل دي اللي هو اشرت لك بيها برضه السبورت من القياده. نعم. السياسيه الواعيه خاصه في القطاعات الانتاجيه مهمه جدا انها بتدعم زي ما قال قبل شويه عبد الرحمن انه النماذج اللي بتتضاعف دي ماديات منها دي دعم من الدوله. نعم انها شجعت تجارب معينه على اساس انه تنتشر. نعم. فده دور القياده في الحته دي. نعم. التعليم مهم جدا ان احنا نتكلم فيه باشمهندس، لابد نتكلم شويه عن النقطه بتاعت التعليم وخاصه في هذا المجال، زي ما قلت انت قبل ثقافتنا نحن المجتمعيه بتتحدث عن كليات وعن اشياء يعني قد يكون يعني دخولك فيها يقلل من قيمتك حتى يعني قيمتك اللي انت حتقدمها لقدام، يعني شخص يتجه لوظيفه محدده او لكليه محدده قد يكون مبدع فيها اكثر من المطلوبه من الاهل مثلا. نعم. النقطه دي لازم الناس تتكلم فيها شويه. والله انا يعني من انصار انه حتى الطلبه هم في اثناء هم دخلوا في نهايه لما تبقى طالب جامعي بتكون زول ادلته مسؤول يعني وعارف. في ماليزيا بيكونوا بيعملوا مع بعض الطلبه من تخصصات مختلفه بيعملوا مشاريع مشتركه. يعني مثلا مشروع فيه ناس ميكانيكا وناس كهرباء وناس كيميائيه مثلا. نعم. بحيث انه هم مشروعهم ده بعد ما يتخرج يبقى مشروع ناجح يتحول لبزنس ويكون فيه ابتكار. نعم. يعني المفاهيم دي لو بدأت تنزل للطلبة حتى في مستوى الجامعات ويوروهم التحديات اللي حتقابلهم من سوق العمل. فانت اذا باير تبقى زي الناس حتمشي تغترب او هجرة شرعية او هجرة شرعية فانت بدل ما تخش في خيارات زي دي افضل من انت في الجامعة تكون مرتب نفسك او شي تجتهد تخرج بنتيجة عالية وكذا. لكن لازم يعني المسؤولية لو تجي تبقى على الطلاب. يعني هم في التعليم يعرفوا انه السوق حوجته شنو، يعرفوا تخصصات المفروض تكون شنو مربوطه بالسوق. وبدا في وعي يعني في ناس بدا يحولوا من تخصصات يعني زي التخصص الكيميائي ده بدا الناس يتحولوا منه لانه في السوق ما مطلوب. لكن لو هم من بدري الطلاب او الناس الخريجين قبليهم او الاساتذه بدا يوروهم انه هم الان هم فاتح الحل البلد دي. يعني المشاريع المرتبطه بالانتاج الاسمده بالصناعه بالطاقه لهم دور كبير فيها كمشاريع الطاقه المتجدده. فالحته دي يعني لازم يكون فيها وعي، والان احنا عصر بتاع ثوره معلومات يعني. نعم. وتخطيط من بدري وانه هم يتعلموا انه يشتغلوا شغل جماعي في مشاريعهم مع بعض في تخصصاتهم، فلما يتخرجوا يبقوا هم يشتغلوا في مشاريع مشتركه، فدي بتديهم بتكون لها دور كبير حتى هم ذاتهم لما يكونوا في التعليم لما يكونوا متلقين هم مؤهلين مهيئين نفسهم لانه الحاجه دي حيشتغلوا بها على ارض الواقع حتى في تحصيلهم باقي لها حيكون لها اثر كبير. نعم. طيب دكتور بتفتكر انه هل التقييد في التعليم مهم؟ يعني احنا ممكن نحدد اهدافنا، نحدد قدراتنا، نحدد امكانياتنا، هل احنا محتاجين لعشر مهندسين، اثنين، ثلاثه؟ يعني لابد الدوله تضع يدها خاصه في الدراسه الاستثماريه الان يمكن ماليه البلد. ده كلام مهم الحقيقه. ما انت في النهايه لما يطلعوا لك خريجين وما يشتغلوا ده خصما وعبئا على الدوله. يعني الدوله صحيح. الدوله الواعيه بتخطط التعليم بتاعها حسب سوق العمل، حسب المرحله بتاعتها هي في سلم التطور والنمو الاقتصادي وحسب اولوياتها في الوقت في الفتره المعينه. يعني ممكن انا ازيد قطاع في فتره معينه واجي انقصه ثاني في فتره. نعم. كويس. انا ما بكون قيدتها، بالعكس انا بكون وجهتها في الاتجاه الصحيح. يعني نعم. كويس. الحقيقه النقطه بتاعت التعليم والاختيار بتاع التخصصات وغيره المزرية يبدو لي بتبدا من البيت. نعم. وبتبدا من مراحل مبكره انه ذاته لما يعني الطفل يتعود من بدري انه هو يفكر تفكير نقدي. لانه هو ليه بيعمل الحاجه دي؟ نعم. مش بس لانه هو قالوا له اعملها او لانه المجتمع قال له اعملها، لا، لانه هو بيشوف انه الحاجه دي بيستفيد منها شنو او هو القيمه بتاعتها المضافه شنو يعني. فدي البدايه هنا، من هنا نبدا. وبعدك تيجي النقطه اللي ذكرتها في انه والله يا اخي الفرص ذاتها يتم تخطيطها بالصوره حسب الاولويات اللي قلناها. بعدك في جوانب في التعليم نفسه ومكوناته صراحه احنا محتاجين نعيد فيها النظر. يعني مثلا يمكن عبد الرحمن حسي اشار لنقطه، الخريجين بيطلعوا هم ما مؤهلين من الناحيه بتاعت المهارات. سواء كان المهارات اللي بيقدروا يواجهوا بها سوق العمل، بيقدروا يخططوا بها في يعني يخشوا بها في البيزنس، انا كيف اعمل لي عندي فكره معينه احولها لمشروع كيف،
بيطلعوا من الجهاز وينزل طلع في سهلة كده الموضوع بس مش خلاص أي فالتعليم بتاع المهارات في المراحل المرحلة الجامعية مسألة مهمة جدا وفي البرة في يعني في الدول المتقدمة مسألة دي مسألة أساسية جدا من الكريكولوم بتاع الناس وكثير جدا من الاكسترا كريكولر اكتيفيتيز بتكون في الجانب بتاع المهارات فالواحد بيطلع مش بس هو عنده المعرفة النوليدج يعني لا عنده السكيلز وعنده الكابيلز المطلوبة جانب تاني برضو وده في الهندسة وفي العلوم التطبيقية مهم جدا العلاقة ما بين المؤسسات التعليمية وما بين الصناعة يعني لازم يكون في علاقة وطيدة جدا ما بين مثلا كليات الهندسة وما بين القطاعات الانتاجية والقطاعات الصناعية في المرتبطة بالهندسة وبعد ذلك دي برضو بينعكس بعد ذلك على الأبحاث برضو إنها تكون العلاقة القريبة دي طوالي تتعكس على التطور بتاع الكواليتي بتاعت المخرج الهندسي بصورة عامة وبتنعكس في الاقتصاد بعد نعم أنا ده لازال يعني ممكن الدكتور يتحدث عن العلاقة بين القطاعات الهندسية هل العلاقة بين القطاعات الهندسية وبقية القطاعات الآن أنت شايفها هي يعني علاقة جيدة ممكن لأنه أكيد القطاع الهندسي لوحده ما حيقوم بكل الأدوار ولا القطاع الزراعي ولا يعني كل القطاعات في قطاعات يعني عندها علاقة وثيقة بالقطاع الهندسي والله عموما نحن في السودان القطاع الخدمي يغلب على القطاع الإنتاجي عشان كده تلقى المهندسين بتاعنا الإنشاءات أو ناس الهندسة المدنية وهندسة المساحة وضعهم كويس من حيث الفرص من حيث الوظائف من حيث الشغل الحر بينما القطاع الإنتاجي اللي هو مرتبط به الهندسة الزراعية الهندسة الكيميائية اللي هي مرتبطة بالصناعة الهندسة الكهربائية عموما الكهرباء تدخل في الخدمات لكن برضو من ناحية بتاعتنا فيها مشكلة فالاختلال في الاقتصاد أثر أدى أنه يكون في بعض الهندسات يعني لها وضع كويس وبعض الهندسات بتكون البلد طاردة لها بتفضل الاختيار وهي نحن محتاجين لها أكثر وهي اللي بتفجر الطاقات وهي اللي انتاج هي بتفجر عندها 15 ألف مليار متر مكعب من المياه الجوفية حصة المياه 12 مليار احتياطاتك من الحديد أكثر من 4 مليار طن في السودان يعني تقريبا في 2 مليار منطقة نهرين في البجراوية في البحر الأحمر في جنوب كردفان الآن السودان لو ما رجع السودان ده لو ما رجع للحديد وصناعاته ما بيرجع دولة حضارية لأنه في تاريخه السودان ما كان دولة حضارية كبيرة إلا لما كان منتج الحديد وبصدره لأوروبا ينترهاقه وينبعث نعم. فإحنا لو ما رجعنا للصناعة الحديدية استغلينا مواردنا وما بيستغلوا إلا مهندسي التعدين والكيمياء والكهرباء لو ما حلوا المشاكل المرتبطة بالقطاع التعدين والقطاع الصناعي لو أنت استغليت بس 10% من الحديد بتاعك ده في سكك حديدية استغليت الغاز بتاعك في صناعات بتاعت أسمدة في صناعات بتاعت جازولين انت الآن إذا انتجت جازولين من الغاز الموجود في البحر الأحمر قد يخسر تكلفة البرميل ل 25 ل 30 دولار بينما انت بتستورد البرميل الآن تاع جازولين ب 79 دولار فريق كبير جدا وده أثر ده فريق كبير حتى الآن إذا الدولة دايرة تخش لي قدام في موضوع الدعم والدايلمة مع موضوع العملة وتأثيرها احنا قد ننزل مثلا بعد 5 سنوات الثاني انه جاهنا مشكلة الدعم نرفعه ولا ما نرفعه فلازم يكون في حلول جذرية مستندة على مواردك يعني احنا الآن ما دام دولة نفطية بعد الانفصال بقينا ما دولة نفطية عندنا الآن الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي يجب أن نستغله في إنتاج الجازولين في إنتاج الأسمدة سماد اليوريا في استغلاله في صحر المعادن الموجودة في البحر الأحمر في حلول كبيرة جدا بحيث أن السودان يرجع دولة نفطية أو دولة نفطية أو دولة صناعية دولة زراعية دولة غنية دولة غنية ده كلام جميل أنا كنت أتمنى إنه الحديث يتواصل ولكن بيقول لي الزمن انتهى الموضوع كبير ومحتاج نقاش أكبر إن شاء الله نعيد المشاهدين إننا نتحدث في هذا الموضوع في حلقات قادمات بإذن الله سبحانه وتعالى أنا بشكرك كثير جدا مهندس عبد الرحمن الطيب المهندس كيماي شكرا لك كثير واهلا ومرحبا بك دائما معنا وايضا بحيي دكتور عمار حسين كباشي رئيس قسم هندسه الاتصالات جامعه المغتربين انا بحييك وبشكرك لكن تعيدوني ان شاء الله يكون عندنا حلقه ثانيه باذن الله شكرا لكم كثير شكرا لكم كثير بارك الله فيكم وبحيي كل المشاهدين اللي تابعونا في هذه الحلقه من البوصله اللي اتجهت اتجاه مهم جدا وباذن الله سبحانه وتعالى يكون عندنا فيه حلقات وحلقات عشان السودان يمشي لقدام وحتى نلتقي في حلقه اخرى لكم دائما اهلا تحيه